هناك تلك المحاولات من أجل الحفاظ على المصالح الفلسطينية التي تمت في القاهرة والتي تحتاج إلى دعم وتأييد إقليمي ودولي، وهناك من لا يؤيدها أو يؤيدها ولكن من أجل أن يكون هناك استمرارية للوضع القائم الذي فيه هدوء بين الطرفين وعدم تصاعد العنف، وهذا طبعا بلا شك الكل يفضله، وإن كان هناك من يتخوف من أن هناك إسرائيل التي تستعد للحرب، وبلا شك أن سوريا مواقفة مع حماس ومع إيران، ولذلك فهي دائما مهددة من الكيان الصهيوني، ولكن في الوقت نفسه الكل يريد أن يكون هناك مسار للسلام على مختلف الأصعدة، وأن يكون هناك مفاوضات الحل النهائي، والذي لا يمكن أن يتم إلا بالدور السوري، حيث أن لها ثقلها الدولي وطبعا من دول المواجهة، والذي لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون سوريا. وهناك من يحافظ على السلام أو المعاهدات التي تمت مثل مصر والأردن مع إسرائيل، وذلك من أجل استقرار المنطقة وما يمكن أن يسود السلام وأن يعم، ولكن لابد أن تعود الحقوق العربية لأصحابها، وأن يكون هناك إعلان الدولة الفلسطينية، وإن كان هناك من بدأ يقبل بأن تكون إلى حدود 67 الضفة الغربية وغزة، وهناك من ينادي بعدم العودة، عودة اللاجئين، وأن تكون هناك أيضا دولة يهودية للشعب اليهودي. كل تلك نقاط تحتاج إلى مفاوضة، إلى نقاش، إلى ترتيبات، إلى اتفاقيات، إلى ضمانات من أجل تنفيذها وتنشيطها وإعطاء المنطقين. أيضا هناك دعم مادي لابد منه للشعب الفلسطيني الذي يعاني في الأراضي المحتلة، والذي قد يكون هناك تلك المحاولات من الدعم الدولي من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وما يمكن أن يكون له أيضا دعم في عمليات السلام.